يقول في سؤاله: ما علاقة الديمقراطية بالكفر والإيمان؟ وهل الأنظمة العسكرية المستبدة من الإسلام؟ طبعا الأنظمة العسكرية المستبدة ليست من الإسلام، والاستبداد ليس من الإسلام، ولا الأنظمة المدنية أيضا من الإسلام. الأنظمة التي تبنى على قول الله وقول رسوله هي التي من الإسلام، ولا نرى لهذا كبير واقع إلا في القليل النادر في أزماننا. لكن الأخ فهم أننا ننصر قوما على حساب قوم، لا أبدا، ليس هذا المراد أبدا، إنما نحن نعتقد بطلان أي قانون وأي نظام لا يستمد مادته من كتاب الله وسنة رسول الله. هذا الذي ندين الله به، ندين الله به. ثم شيء آخر، سؤاله مطلع يقول: ما علاقة الديمقراطية بالكفر والإسلام؟ أظنه فهم أن الديمقراطية قاصرة على الشورى، ولو فهم ذلك أيضا فالفهم خاطئ، لأن الشورى يعني نحن مأمورون بالتشاور فيما بيننا في حدود ليس على الإطلاق. حتى أصحاب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله في شأنهم: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فإذا اجتمعنا مجموعة على رأي، هذا الرأي يخالف كتاب الله، رأينا مرمي به في الزبالة، كلام الله فوق كل كلام. فالديمقراطية كما يطبقها مطبقوها من خلالها تصدر القوانين الذي يجتمع عليه الناس يرونه حقا يصدرون به قانون. فرأت الديمقراطية في بلاد أوروبا الكافرة أن الرجل يتزوج الرجل، فعندهم لا مانع، أصدروا قانونا لا مانع أن يتزوج الرجل بالرجل. فهل هذا له، هذا التشريع بغير الوحيين، هل هذا في ديننا؟ فالأخ فهم الديمقراطية على أنها الشورى، وفهم أن الشورى للشخص أن يتشارى في كل شيء. لا، لله أمر، ليس من حقي أن أتشاور. إذا تشاورت أتشاور في كيف أطبق أمر الله، لا أتشاور في قبول أمر الله أو رد أمر الله. فالأخ السائل يعذرني إن قلت أنه لم يلم بمعنى الديمقراطية التي من خلالها تنبثق كل القوانين، كل القوانين. قال الديمقراطية تبيح للشخص أن يشرب الخمر، يشرب أو لا يشرب لا تعنيه، لا يعنيه في شيء، إنما شرعنا يمنع. فعلى الأخ أن يتئد بعض الشيء، لأنه ممكن ينحرف في دين انحرافا عظيما كما انحرف غيره بسبب هذا الفهم الخاطئ. ونفس الشيء كان يقوله الاشتراكيون أيام جمال بن عبد الناصر، يقول لك، يقول النظام الإسلامي كويس في الصلاة والصوم لكن لا يصلح في الاقتصاد. من الذي وضع النظام الإسلامي هذا؟ أليس الله؟ ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان ما أنزله الله، لا، يقول لك لا، النظام الاشتراكي هو الأفضل. فيضلون ضلالا بعيدا، بل يكفرون بسبب هذا القول إن اعتقدوه ولم يكونوا متأولين فيه. فهذه الأنظمة من خلالها تنبني الأحكام وتسن الأحكام. والسائل انبهر باسم الديمقراطية وانبهر بالتقدم الغربي الدنيوي، وحاول أن يقول له هو الصح من أجل أن الناس تقدموا بسببه. فإذا جاءت حكومة مدنية مستبدة أو غير مستبدة، حكومة مدنية تستقي أنظمتها من الشعب ليس من الله ورسوله، سنقول حكومة زائغة ضل أيضا. فليست العبرة بعسكرية أو مدنية، إنما العبرة بإقامة كتاب الله من عدمه. أقمتم كتاب الله، لو عبد حبشي يسوسنا بكتاب الله وسنة رسول الله، قل له سمعا وطاعة. عبد حبشي يسوسنا بكتاب الله وسنة رسول الله، علينا بالسمع والطاعة. لو واحد من بني هاشم، من بني هاشم يسوسنا بشرعة الطواغيت أو بغير كتاب الله وسنة رسول الله، أبدا مرفوض. بارك الله فيك يا سيدي.